بونسوار، مساء الخير، وش راكم؟ جيسبر تكونوا كامل سافا وانتم تشاهدوا لا فيديو تاعي تاع اليوم. نقول لكم مرحبا بكم في لاشين تاعي. قبل كل شيء ما تنساوش ديروا لي لايك وتفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد. مهم، بما انه انا اليوم راني صراحه عيانه ومورالي راه في الزيرو، ما عنديش خلاص الكوراج باش نوض نطيب في الكوزينه، ما باليش هاد الايامات واش بيا. مهم، خممت باش ندير حاجة خفيفة وسهلة اللي هي البيتزا تاع دي مينوت، يعني اللي تخمر بالخف. راح نشارك معكم لهنا لي زانغغيديون تاعها. فيها كاس تاع حليب، وفيها ربع كاس تاع زيت، وفيها مغرف كبيرة تاع خل، وفيها مغرف كبيرة تاع خميرة، وفيها الملح، وفيها ايضا مغرف تاع المايونيز. هذا هو السر اللي يخليها تجي بنينة بزاف بزاف. ولي ما عندهاش المايونيز تقدر دير لا موتارد، بصح ما تكثرش، دير غير زعما غير مغرف صغيره وما تعمرهاش. ولهنا ثاني الخل يخليها هكا تجي هكا مفشفشه. مهم، هذو هما لي زانغغيديون تاعنا. نخلطوهم كامل بالفوي، ومن بعد كي نخلطوهم كامل يدخلوا هذوك المكونات كامل مع بعضهم، نشفوا بالفرينة.
وحنايا كم تشوفوا بعد ما لاباط تاعنا جات هايله وطريه نقفلوا عليها باحكام، يعني باش ما يدخلهاش الهواء. انا صراحه عندي هذا لي بورتمونجي هذو اللي يتقفلوا باش كي نحط لاباط ولا اي حاجه ولا بغرير ولا نخليه يخمر ما يدخليش فيه الهواء، ونخليوها واحد 10 مينوت يعني ماكسيموم ربع ساعه من بعد تلقايها خمرت. ولهنا عندي لاصوص طومات. انا صراحه لاصوص طومات توجور ندير كونتيتي ونخبيها في الكونجيلاتور. علاش؟ باسكو توجور انا كي نجي ندير البيتزا نديرها في لا ديرنيغ مينوت، يعني تزيدي ديري هذيك لاصوص طومات ومنها تدي وقت. الوغ نديرها في الكونجيلاتور. دوكا راني درتها غير في الميكرون تعاود تسخن شويه تطلق روحها باش نقدر نستعملها. ولا هنا راح ندير صراحه راح ندير وحده تاع شامبينيون، وحده راح نديرها بالكومونبير، وحده نديرها سامبل باسكو حنايا في الدار كل واحد كيفاش ياكل. انا نحبها بالشامبينيون والمايونيز، وراجلي يحبها بالكومونبير بصح ولدي يحب سامبل، يعني ما يبغي فيها والو جوست لا صوص طوماط غير، ولكن فيها شويه فرماج ماشي بزاف، ما يحبش بزاف في الفرماج. لانا حكمت هذاك الشامبينيون تاعي اللي يجي هكا في لي بواط، درت مغرف تاع زبده وحطيته يطيب. هذا ما كان يطيب على نار هاديه باش ما يتحرق لناش و سي بون. واللي هنا هاي لاباط تاعنا البنات قلت لكم هنا خليتها 10 مينوت 10 مينوت، شوفوا كيفاش راهي جايه خامره ما شاء الله وتفشفش بيان. خلاص واللي هنا دوكا نحلها باش نحطوها طيب. هنايا كيما راكم تشوفوا الاولى كنت درتها سامبل عادي ما فيها والو، وهذه لا دوزيام درت فيها شامبينيون، ومن بعد كي طيب نزيد لها المايونيز من فوق. والاخرانيه قلت لكم راح نديرها بالفرماج كومونبير.
وهنايا وجدت العشاء تاعنا، وجدت البيتزا تاعنا، صراحه خفيفه ظريف، حاجه تاع ليه بالخف، ولاباط تاعها تجي ثاني هايله. اما يقعد قضيه تسمى كل واحد يقدر باش يدير، تقدري ديريها زعما غير بالفورماج رابي ولا غير بالمايونيز، ولا كل واحد على واش يقدر. مهم نقول لكم فرجه ممتعه، وما تنسونيش البنات بلي لايك والاشتراك وتفعيل الجرس.